السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. اليوم إن شاء الله سنقدم لكم طريقة تحضير لتر من عصير البرتقال فقط ببرتقالة واحدة. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، كنحتاج برتقالة واحدة اللي وضعتها في المجمد حتى صبحات صلبة جدا، كنوضعها ليلة كاملة، وكنحتاجو لتر من الماء. بالنسبة للبرتقالة اللي كنستعملو، كنستعملو البرتقال الخاص بالعصير اللي كتكون الجلدة ديالو أو الغشاء الخارجي ديالو رقيق وما كيكونش فيه هاد الكمية ديال البيض كبيرة، بحال هاد الشكل كيكون رقيق الجلدة ديالو. يعني البرتقال الخاص بالعصير كنوضعوه في المجمد ليلة كاملة، وليتر من الماء. السكر كيبقى حسب الذوق، انا كنفضل العصير بدون سكر، لذلك ما غاديش نستعمل السكر هنايا. اول حاجة غادي نقومو بها، غادي ناخدو هاد البرتقالة، غناخدو هاد الآلة باش نبشروها، ونقومو بالبشر ديالها كاملة بالكشرة ديالها بكلشي بهذا الشكل. غنستمر على نفس العملية حتى غنكمل البرتقالة ديالي كاملة، وغنحصل على مبشور ديال البرتقال. بعد ما كنحصلوا على مبشور البرتقالة الواحدة كما كتلاحظوا معايا الآن، غادي نوضعها في الخلاط الكهربائي. غادي نضيف عليها لتر من الماء، نقوم بمزج الخليط جيدا في الخلاط الكهربائي. بعد ما قمت بمزج الخليط جيدا في الخلاط الكهربائي، الآن غادي نقوم بتصفية الخليط مباشرة في القنينة. نقوم بتصفية الخليط مباشرة في القنينة، وبهذا الشكل نكون قد حصلنا على لتر من عصير البرتقال فقط بليمونة واحدة وبمذاق رائع. ما عليكم فقط أن تجربوه. كيكون هذا هو الشكل النهائي للعصير اللي قدمت لكم اليوم، كنتمنى يعجبكم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، يمكن لكم توضعوه في اكياس بلاستيكيه او قنينه بلاستيكيه وتوضعوه في المجمد وتحتفظوا به لمده طويله. اذا اعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، او زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.